السلام عليكم، كيف حالكم يا صغاري؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. درسنا اليوم درس جميل ومشوق في مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي بعنوان الطرح من الأعداد 10، 11، 12. سنتعلم في هذا الدرس الطرح من هذه الأعداد 10، 11، 12. بارك الله فيكم. إذن هل أنتم مستعدون لرحلة الطرح؟ ممتاز، إذن هيا لنبدأ. دعونا أولا نتأمل المكعبات. هذه هي المكعبات، أريد أن أكتب جملة طرح تمثل هذه المكعبات. دعونا نبدأ في المكعب الأول. لنعد مع بعضنا البعض المكعب الأول أو المكعبات الأولى. 1، 2، 3، 4، 5، نعم 6، أحسنتم، 7، 8، 9، 10. ممتاز، إذن عدد المكعبات في المجموعة الأولى يساوي 10، أحسنتم. إذن نكتب 10 ناقص، عندما أرى أنهم قاموا بحذف 2 أني أضع إشارة نعم ناقص. إذن 10 ناقص كم مكعب قاموا بحذفه أو إزالته؟ نعم 1، 2. بارك الله فيكم. إذن 10 ناقص 2 كم بقي لدي الآن؟ كم بقي لدي؟ كم مكعب موجود؟ نعم أحسنتم. لنعدها مع بعضنا البعض. 1، 2، 3، نعم 4، أحسنتم، 5، 6، 7، 8. بارك الله فيكم. إذن 10 ناقص 2 يساوي 8، ممتاز. فلاحظوا الإجابة، 10 ناقص 2 يساوي 8. إذن ما رأيكم الآن أن نكتب جملة طرح للمكعبات التي بالأسفل؟ نعم، هل باستطاعتكم كتابتها في السبورة البيضاء؟ نعم، هيا إذن، كم عدد جميع المكعبات؟ كما قلت سابقاً 10، العدد ثابت 10. إذن قمنا بإزالة كم مكعب؟ إذن 10 ناقص كم مكعب قمنا بحذفه؟ 1، 2، 3، 4. بارك الله فيكم. إذن 10 ناقص 4 كم مكعب بقي لدينا الآن؟ نعم أحسنتم. إذن 6 مكعبات، فنقول 10 ناقص 4 يساوي 6، ممتاز. ماذا عن الأسفل؟ هذا التمرين لنتأكد، لنعد المكعبات. لا لا لا، ليس 10، لا تستعجلوا. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11. إذن 11 مكعبا، أحسنتم. فأكتب 11 ناقص كم مكعب قمنا بحذفه؟ نعم ممتاز. إذن 1، 2، 3، 4. فأحد عشر ناقص 4 كم يعطيني؟ أحسنتم. إذن 7. فأحد عشر ناقص 4 يساوي 7. 11 مكعبا أيضا بالأسفل، كم مكعب قمنا بحذفه؟ نعم سنتأكد. إذن 11 ناقص العدد الذي قمتم بقوله نعم يساوي كم؟ يساوي 2. لنتأكد الآن، 11 ناقص 9 يساوي 2. من كتبها بهذا الشكل؟ ممتاز، إذن أداء رائع. إذن يا أطفال الحلوين، ما رأيكم أن نكتب جملة الطرح الآن لهذه المكعبات لدى أصدقائنا؟ هل أنتم مستعدون؟ إذن أريدكم أن تجيبوا عن هذا التمرين في الكتاب صفحة 160، اتفقنا؟ هيا، المكعبات في الصفة الأولى والمكعبات في الصفة الثانية. هيا، لديكم دقيقتان لإكمال التمرين، ركزوا في العد.
أحسنتم. جيد، هل انتهيتم من العد؟ لقد أنهيتم من التمرين الأول. التمرين الثاني، بارك الله فيكم. إذا ما رأيكم أن نبدأ الآن؟ هيا لنتأكد من الإجابات لنعد المكعبات مع بعضنا البعض. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ممتاز. إذا نكتب 12 ناقص، أحسنتم، كم مكعب قمنا بإزالته؟ نعم، 1 2 3 4 5 6 7، فاثنا عشر ناقص 7 يعطيني كم مكعب بقي؟ إذا نعم، بقي هناك 5 مكعبات، فاثنا عشر ناقص 7 يساوي 5، أحسنتم. مرة أخرى التمرين الثاني لنتأكد، لنعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 مكعبا أيضا، فأكتب 12، ولكن هذه المرة ناقص كم؟ نعم، ناقص 3، أحسنتم، فاثنا عشر ناقص 3 كم يساوي؟ نعم، بارك الله فيكم، إذا يساوي 9، ممتاز، أحسنتم، إذا إجابتكم كانت صحيحة. أريدكم الآن أن تكتبوا جمل الطرح، جملة طرح تامة. نعم، أعداد، إشارة الطرح، ناقص، وإشارة يساوي، وناتج الطرح. إذا هيا، إذا لديكم دقيقتان للإجابة عن التمرين رقم 1 و2 و3 في الكتاب صفحة 160، اتفقنا؟ هيا إذا. ممتاز، أحسنتم، أداء جميل. انتهيتم؟ انتهيتم من الأول؟ بارك الله فيكم. الثاني، هل أنتم على وشك الانتهاء من الثالث؟ هيا سريعاً.
إذا لنتأكد الآن، هيا هيا. كم عدد المكعبات؟ نعم 12. أضع علامة زائد. ها ناقص، أحسنتم، ف12 ناقص كم مكعبا قمت بإزالته؟ 1، 2، 3، 4 فناقص 4، أحسنتم. أضع إشارة يساوي، ممتاز. 12 ناقص 4 يساوي، ممتاز، 8، بارك الله فيكم. الطريقة الثانية أو التمرين الثاني، نعم كم عدد المكعبات؟ لا أسمع. ربما، وأنتِ؟ أحسنتِ، إذن هيا لنتأكد. إذن عدد جميع المكعبات 10، 1، 2، 3، 4، 5، 6 بصوت منخفض، 7، 8، 9، 10، أحسنتم. إذن 10 ناقص، نعم 6، بارك الله فيكم. إشارة يساوي، 10 ناقص 6 كم يساوي؟ 10 أصابع ناقص 6، نعم أحسنتم، إذن 4، ممتاز. التمرين الثالث، هل كتبتم الجواب بهذا الشكل؟ 11 ناقص 4 يساوي، نعم 7، من كتبها بهذا الشكل؟ إجابة صحيحة وحل، ممتاز. إذن 11 ناقص 4 يساوي 7، فالباقي 7 مكعبات، أحسنتم. إذن هل بإمكانكم الآن أن ترسموا مكعبات؟ صعب؟ لا بأس، لم يستطع أن يرسم مكعب بإمكانه أن يرسم مربع، مستطيل، دائرة، وردة، أي شيء سهل لكم. إذن ما رأيكم أن نبدأ بالرسم؟ أريد منكم الإجابة عن التمرين 4 و5 في الكتاب صفحة 161، اتفقنا؟ هيا إذن ارسموا لي المكعبات التي توضح جمل الطرح. 11 ناقص 7 يساوي 4، كيف سأرسمها؟ 10 ناقص 1 يساوي 9، كيف سأرسمها؟ فكروا جيدا، لديكم دقيقتان. هيا إذن أحسنتم، رسمك جميل وأنتِ رسمك جميل وألوانك جميلة، أحسنتم يا صغار. ممتاز، هل انتهيتم من الرسم؟ حاولي، لا بأس، أنت تستطيعين رسم المكعب. إذن ما رأيكم أن نبدأ ونتأكد؟ تعالوا نرسم معا. إذن دعونا نرسم التمرين الرابع، 11 ناقص 7، نبدأ برسم 11 شيئا. ماذا تريدون أن نرسم؟
الفتيات يريدون قلبا، هل أرسموا قلبا لهم؟ إذا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، هل بإمكانكم أن تعدوا معي؟ خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11. بارك الله فيكم. إذا حاولت أن أرسم قلبا فأحد عشر شيئا ناقص سبعة. هيا هيا لنحذف سبعة قلوب. الأولاد يريدون أن يحذفوا القلوب، إذا هيا لنحذف. واحد، اثنان، نعم، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. بارك الله فيكم. إذن كم قلب بقي لدى الفتيات؟ نعم، بقي لدينا أربعة. أحسنتم، فرسمكم الآن صحيح، ممتاز. سقط القلم. إذن هيا هيا، من رسم شيئا مقاربا لما رسمته؟ إذن إجابتكم صحيحة، فهذا رسم توضيحي، سوف أقوم بمسحه حتى تلاحظه جيدا. إذا انظروا جيدا، 11 مكعبا، قمت بإزالة 7 مكعبات، بقي لدي 4 مكعبات، فأيضا الإجابة صحيحة. 10 - 1 = 9. ماذا رسمتم؟ كرة. تحبون لعب كرة القدم. إذا 1 2 3 4 5، نعم، 6، أحسنتم، ممتاز، 9 10. بارك الله فيكم. سأحاول كرة مثال، لا بأس حتى لا يزعل الأولاد، لا بأس، اتفقنا؟ إذن 10 كور ناقص 1، سجلنا هدفا واحدا. إذن كم كرة بقيت لدينا الآن؟ نعم، أحسنتم، بقيت لدينا، بارك الله فيكم، 9 كور، ممتاز. هل رسمتم الشكل بهذا الشيء؟ رسمتم الطريقة لجمل الطرح؟ ممتاز. إذن سنتأكد من الإجابات بطريقة المكعبات. لدينا 10 مكعبات، قمت بإزالة 1، فأصبح المجموع أو الناتج يساوي 9. بارك الله فيكم، أحسنتم. إذن أريدكم الآن أن توجدوا ناتج الطرح. لدينا 3 تمارين أجيبوا عليها في الكتاب، صفحة 161. سريعاً سريعاً، حساب سريع. 6 7 8، لديكم دقيقتان. 6 - 4 كم يساوي؟ 12 - 9 كم يساوي؟ 2 - 2 كم يساوي؟
أكملتم؟ عباقرة عباقرة. إذا 6 ناقص 4 يساوي بارك الله فيكم 2. 12 ناقص 9. صعب؟ ليس صعب، حاولوا. نعم 12 ناقص 9 يساوي بارك الله فيكم 3. 2 ناقص 2 سهل بسيط، أي عدد نطرحه من نفسه يساوي 0. أحسنتم، فصفر بارك الله فيكم. هيا هيا 9 10 11. أجيبوا على هذه التمارين في الكتاب صفحة 161. دقيقتان ومن ينهيها في دقيقة سيحصل على نجمة إضافية. هيا 10 ناقص 3، 5 ناقص 4، 11 ناقص 5. ممتاز، مذهل، لقد انتهيت في دقيقة، وأنت أيضا ممتاز. إذن تعالوا نتأكد، 10 ناقص 3 يساوي، نعم ممتاز، 7. 5 ناقص 4، 5 ناقص 4، نعم 1. بارك الله فيكم، 11 ناقص 5، ممتاز، 6. بارك الله فيكم، أحسنتم يا صغاري. إذن هل بإمكانكم أو هل تريدون التدرب أكثر؟ ممتاز، أريد منكم الرجوع لكتاب التمارين لحل تمارين الدرس، اتفقنا؟ في الصفحة 66 حتى تصبحوا عباقرة الرياضيات، اتفقنا؟ إذن يا أطفالي الحلوين انتهينا من درس اليوم، أتمنى أنكم استطعتم أن تطرحوا بشكل سريع. أراكم في المرة القادمة، إلى اللقاء، مع السلامة.